إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إننا نعيش في أيام شهر شعبان الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، وأحدثت فيه بدع على خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان بالصوم، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال ابن رجب الحنبلي: قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقال ابن حجر رحمه الله في حديث عائشة: دليل على فضل الصوم في شعبان. وقال ابن رجب: وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى معلقا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: وفيه دليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق العبادة الذي شرعه وسنه
صلى الله عليه وسلم: أيها المؤمنون، ومما أحدث في شعبان من البدع أن يظن البعض أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي تُقسم فيها الأرزاق، هي الليلة التي تُقسم فيها الأرزاق وتُقدَّر المقادير، وهذا باطلٌ ليس بصحيح، لأن ذلك في ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة القدر كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا ما عليه جمهور العلماء. فلنتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنسر على نجهه، ولنحذر من الإحداث في الدين. إخوة الدين، لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة خاصة، ومن ليس من عادته قيام الليل فلا يجوز أن يخصها بقيام ولا بأذكار، لأنه لم يثبت دليل صحيح بفضل ليلة النصف من شعبان إلا أحاديث ضعيفة لا تصح ولا يثبت منها شيء. والعبادة لا تصح إلا بدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فهذا الحديث يبطل كل عبادة لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة النبوية. وما أعجب حال الناس، إن الله يضيق أبواب العبادات لأجل ألا يشق على أنفسهم بتشريع شيء وإحداث شيء لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه نبيه تخفيفا على الناس، ولكن الشيطان زين لهم فأصبحوا يحدثون في الدين ما ليس منه. وإذا جاءوا عند المنافع والمباحات التي أحلها الله ضيقوا على أنفسهم بالتحريم، وظنوا أن هذا هو الدين، وهذا ليس من الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أكمل الدين وأتمه، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. أيها الإخوة، من كان عليه قضاء من رمضان فليبادر ويقضي صومه، ويجوز القضاء بعد النصف من شعبان، فمن كان عليه قضاء يقضي حتى لو بعد النصف من شعبان، لأن البعض يظن أنه لا يجوز الصوم بعد منتصف شعبان، ولا يجوز تخصيص أيام البيض من شهر شعبان بالصوم إلا من كان يصومها في سائر الشهور، ويحرم صوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إلا من كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الاثنين أو الخميس، أو من كان عليه قضاء أو نذر فله أن يصوم فيه، بل فليبادر. فلنحمد الله يا عباد الله أن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه، ولم يجعل لأحد بابا ليشرع فيه وليحدث في الدين ما يريد وما تهواه نفسه. أيها الأحبة، مرت علينا سنين وإخواننا المرابطين يرابطون للدفاع عن التوحيد وعن الموحدين جزاهم الله عنا خيرا، ويدافعون عن بلاد الحرمين وعن الحرمين، فاللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم احفظهم بحفظك
وأيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم على الحوثيين وأعوانهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أنت ربهم، اللهم فكن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا جبار. اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، اللهم أصلح ذرياتهم، وأخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن والعراق، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا جبار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا المنكرات والمظاهرات، اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو تفجير أو إرهاب، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميره. اللهم من أراد رجال أمننا بسوء وقتل وغيلة، اللهم فافضحوا على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحوا على رؤوس الأشهاد. اللهم تقبل شهداء رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم عليك بكل حاقد وعدو وبكل حاسد يا قوي يا جبار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن أحبنا وأحببناهم فيك ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في رضاك وسائر بلاد وسائر ولاة المسلمين. اللهم أقر أعيننا بصلاحنا وصلاح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وقراباتنا وجيراننا وسائر المسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.